السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هذا التلفاز من نوع اوكي 26 بوصة LCD به مشكل، لا يشتغل لا لمبة ولا شيء، لا صوت ولا صورة. فقط عندما اقوم بالضغط على هذه الازرار، لاحظوا اسمعوا، وحكى لي صاحب هذا التلفاز بانه يعني ذهب به الى تقني اخر وقال له المشكل من السوفتوير، التلفاز محتاج فلاش، فقام يعني بتفليشه ولكن بقى نفس المشكل. وانتهى التقني وقال له المشكل من المذربورد او البطاقة الام، عليك بتغييرها كاملة. المهم اصدقائي، سوف اقوم الان بفتح هذا التلفاز ونكتشف، تابعوا. اذا كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وانظروا مكان الفلاشة، الظاهر يعني انها نزعت وركبت اكثر من مرة. المهم اصدقائي، سوف اقوم كاول خطوة علي التأكد من الباور سبلاي، من وحدة التغذية. سوف اقوم بالتأكد من الفولتيات في خرج الباور سبلاي. وضع الارضي مع الارضي، اوصل التلفزيون بالكهرباء. الان اول فولتية علي التأكد منها هي فولتية ستاند باي التي تخرج هذا المحول الصغير. كما تلاحظون هنا فولتية ستاند باي فهي حوالي 3.5 فولت، إذن فهي موجودة. أصدقائي بعض الباور سبلاي تكون فولتية ستاند باي 5 فولت، ويوجد بعض الباور سبلاي الفولتية ستاند باي لها يعني 4.5 فولت، ويوجد 3.5 فولت. هذا الباور سبلاي فهي 3.5 فولت. هذا التلفزيون LCD، والفولتيات الرئيسية في تلفزيونات LCD هي 12 فولت و 24 فولت وفولتية ستاند باي. كما تلاحظون هنا 12 فولت هي موجودة. الآن سوف أقوم بقياس 24 فولت، هي موجودة. إذن باور سبلاي فهي سليمة، بما أن فولتية ستاند باي موجودة وباقي الفولتيات موجودة، يجب على اللمبة أن تكون مشتعلة. إذن في هذه الخطوة سوف ننتقل إلى المذربورد وأقوم بقياس الفولتيات عليها. أول فولتية سوف أبدأ بها هي الفولتية التي تكون على الفلاشة وقيمتها 3.3 فولت. إذا كما تلاحظون الفلاشة بها فولتية 3.3 فولت كما تلاحظون. وأيضا علينا التأكد دائما من الفولتيات في منظمات الجهد. مثلا لدينا هنا هذا الملف انديكتر متصل مع ريجليتر، علينا القياس الفولتية هل هي موجودة في ذلك الملف. وكما تلاحظون هنا يعني لا توجد فولتية، المفروض على هذا الملف أن تكون فولتية، لا توجد، لنرى إن كان يعني فولتية داخلة إلى هذا المنظم الجهد. الدخل يكون في المكتف المتصل معه، لاحظوا موجود هنا 3.3 فولت. إذن يوجد دخل في منظم الجهد ولا يوجد خارج، لاحظوا. إذن أصدقائي موجود هنا خلل، ممكن أن يكون هذا المنظم الجهد به مشكل، أو
يمكن أن يكون يعني قصر في الدائرة هنا، يكون قصر متصل مع خرج الريجليتر. سوف أفصل يعني التلفاز من الكهرباء، أقوم بتحويل الملتيمتر على وحدة قياس الديود والجرس. إذن كما تلاحظون يعني القصر في الدائرة غير موجود، فقط يعطيني هذه القراءة. إذن أصدقائي هذا يعطيني شك على أن هذا المنظم الجهد يمكن أن يكون هو سبب المشكل، لأن مدام هنا موجود دخل 3.3 فولت المفروض أن يكون خرج، فهذا الريجليتور فهي محول يعني دي سي دي سي، يكون الدخل فولتية دي سي يعني بقيمة معينة، وثم يخرجها يعني يحولها إلى فولتية دي سي بقيمة معينة. وكما قلت هنا يعني غير موجود شرط، إذن يعطيني شك على أن هذا الآي سي يمكن أن يكون هو سبب المشكل. وهذا الآي سي منظم الجهد فهو المسؤول عن تغذية البروسيسور. هنا موجود فلاشة بها فولتية، سوف أشرح لكم أصدقائي لكي تفهموا معي جيدا. سأوصل الآن التلفاز بالكهرباء، ركزوا معي لكي تفهموا مشكل هذا التلفاز. هنا الفلاشة موجودة عليها تغذية فولتية داخلة إلى الفلاشة، الرامة أيضا موجود عليها فولتية تقريبا يعني 3 فولت، وهذا ما تتغذى عليه هذه الأنواع من الفلاشات، الرامات، هذه الرامة الكبيرة تتغذى على 3 فولت. إذن الفلاشة بها تغذية، الرامة بها تغذية، البروسيسور أيضا يجب أن تكون به أو داخل له تغذية، لأن مشكل هذا التلفاز عامة من الكنترول. والكنترول من ماذا يتكون أصدقائي؟ يتكون من معالج، بروسيسور، ورامة، وفلاشة. يعني لكي يشتغل الكنترول يعني بشكل عادي يجب أن تكون التغذية موجودة على الفلاشة والرامة وأيضا المعالج. والمعالج البروسيسور له يعني تغذية، له ريجليتر خاص به، تغذية خاصة به، والتغذية الخاصة به غير موجودة. وفي هذه الحالة التلفزيون لن يقلع، لأن الكنترول لا يعطي يعني وظائفه، لا يعطي إشارة للتلفزيون لكي يشتغل وتشتغل يعني جميع خصائص التلفزيون. حتى اللمبة الأمامية لن تشتعل أصدقائي، لأن البروسيسور أو المعالج ليست به تغذية. إذن في هذه الحالة علي يعني استبدال هذا المنظم الجهد، وأتأكد أنا ليس متوفر عندي هذا المنظم الجهد، هذا الريجليتر، ولهذا سوف أستعمل يعني منظم الجهد. سوف أريكم، سوف أستعمل هذا. وسوف أريكم طريقة تركيبه، وأنا أرى أصدقائي تابعوا. إذن أصدقائي هذه القطعة فهي عبارة عن منظم الجهد، وهي التي سوف أقوم بتركيبها مكان هذا المنظم الجهد. وكما تلاحظون هذه القطعة فلها يعني دخول للتيار دي سي إن، والأوت خروج تيار دي سي، وهذه المقاومة المتغيرة فهي لضبطه يعني على حسب المطلوب. فمثلا لو كان الدخل هنا 12 فولت فنقوم بالتحكم به من خلال هذه المقاومة المتغيرة، ويعطينا في الخرج يعني في أدنى حد 1 فولت، وأقصى حد يعطينا 12 فولت. يعني في الحد الأقصى يكون الخرج مثل الدخل، وكأدنى حد يعني 1 فولت، ونبتدئ يعني برفعه على حسب يعني الفولت الذي نحتاجه، 1 فولت، 2 فولت، 3 فولت إلى آخره. إذا أصدقائي قبل تركيب هذا
هذا المنظم الجهد، علينا أن نعرف يعني الفولت الموجود في هذا الملف، أو الفولتية التي تخرج هذا الريجليتر، كم قيمتها أو كم قيمة التغذية أو الفولتية التي يعني يتغذى عليها هذا البروسيسور. فأنا لقد عرفت أصدقائي، فهنا يعني تكون 1.5 فولت، أي 1.5 فولت. هذا ما يتغذى عليه المعالج البروسيسور. لهذا سوف أقوم يعني بضبط هذا المنظم الجهد على 1.5 فولت، 1.5 فولت. سوف أستعمل كدخل هنا 3.3 فولت، نفس الدخل لهذا المنظم الجهد. 3 فولت الموجودة هنا هي التي سوف أقوم بتوصيلها مع دخل هذا المنظم الجهد، والخرج سوف أقوم بتوصيله مباشرة هنا مع هذا الملف. تابعوا، كما تلاحظون لقد قمت بتركيب هذه الأسلاك، فهذا للدخل وهنا الخرج. الخرج لقد استعملت هنا سلك واحد، لأن أصدقائي الخرج يعني سالب الخرج فهو متصل مع سالب الدخل، فلهذا سوف أركب سلك واحد فقط في الموجب للخرج. قبل التركيب علي تحديد الأرضي، تحديد السالب، سوف أختار يعني نقطة تكون قريبة من هنا، لاحظوا هنا سوف أضع السالب، وهنا سوف أضع الموجب في هذا الفيوز، فهنا يعني تكون 3.3 فولت. والآن سوف أقوم بضبط منظم الجهد على فولتية 1.5 فولت، 1.5 فولت. والآن سوف أوصل التلفزيون بالكهرباء. بسم الله، نأخذ الملتيمتر. نضع الأرضي مع الأرضي، ثم نبدأ بالقياس. كما تلاحظون هنا الدخل 3.3 فولت. لنرى الخرج، انظر الخرج حوالي يعني 3 فولت. سوف أقوم بضبط منظم الجهد على 1.5 فولت. إذن كما تلاحظون هي الآن 1.5 فولت. إذن سوف أقوم بتوصيل هذا السلك في هذا الملف. سأفصل التلفزيون الآن من الكهرباء.
سوف أضع في هذا المكتف فهو متصل مباشرة مع ذلك الملف. الكاميرا فهي يعني تزاحمني أصدقائي حتى أنني لقد انظروا لقد حرقت هذا. المهم كما تلاحظون الآن لقد تم توصيل أسلاك منظم الجهد. سوف الآن أقوم بتوصيل التلفزيون بالكهرباء. نتوكل على الله نجرب. بسم الله الآن أصدقائي لقد ظهرت لي بأن اللمبة مشتعلة. أصدقائي سوف أقوم بقياس الفولت. كما تلاحظون ها هي. المهم الفولتية الآن موجودة. اللمبة ظهرت لي بأنها يعني مشتعلة. سوف أريكم. لاحظوا أصدقائي لاحظوا تنطفئ وتشتعل. ربما يكون على خلفية الإضاءة. التلفاز الآن مشتعل أصدقائي. لاحظوا مشتعل ولكن الألوان انظروا لاحظوا الآن لقد أصبح جيد. إذن التلفاز لقد اشتغل. إذن كما تلاحظون يعني هذا المنظم الجهد لقد اشتغل معنا. سأتفحص الحرارة. الأمور تبدو جيدة عادية ولكن التلفاز لما أعطاني الألوان يعني صورة حمراء ثم زرقاء. سوف نكتشف الآن. هو مشتغل. سوف أقوم بقياس لمس كابل الاي في دي اس. لاحظوا الكابل بي اوساخ هذا لاحظوا اصدقائي. المهم اصدقائي لقد يعني اشتغل التلفاز بشكل جيد. نتيجة حسنة. اذا اصدقائي كما رأيتم المشكل كان من هذا الريجليتر هذا المنظم الجهد. لقد قمت بتعويضه بهذه القطعة وهي أيضا منظم الجهد يعني بمقاومة متغيرة. والآن أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم وإلى اللقاء في فيديو آخر وموضوع آخر. مع السلامة.